ايه ده؟ الله، انا صحيت بدري، مش جاي نوم خالص. يا ترى التلج نزل ولا لأ؟ هموت واعرف. طيب خلاص، انا بفكر اقوم عشان اعرف التلج نزل ولا لأ. هنزل بقى كده تحت البطانية واحاول ان انا اطلع. ياه، انا كنت مستنية التلج ده من زمان قوي. يا ترى بقى نزل ولا لأ؟ يا ترى نزل ولا لأ؟ بروح اعمل بس بيبي الاول. هو برد جدا، الله، بس انا مش شايفة كويس. يا خسارة. طب اروح مكان تاني عشان اعرف اشوف منه التلج. ممكن في شباك عند ماما وبابا، هحاول ان انا اشوف التلج منه. هناك اهو، صح. ايه ده؟ الله، ده فيه تلج كتير جدا. ايه ده يا مامي؟ ده فيه وحش يا مامي، ده في وحش، ده في وحش شكله مرعب قوي. ده وحش التلج ده ولا شجرة ده ولا ايه؟ هبص كده تاني عشان اشوف. ايه ده؟ ده وحش، ده وحش متأكد دلوقتي يا مامي. ايه اللي جاب الوحش ده هنا؟ شكله مرعب قوي. ماما بابا، الحقوا الحقوا، في وحش في التلج، شكله مرعب جدا. طب خدوني جنبكم. طيب انا خايفة يا مامي، دول نايمين خالص ومحدش بيرد عليا. اما تعالي يلا عشان ننزل نلعب في التلج. لا، انا صحيت وشفت وحش في التلج. ايه ده بجد؟ شفتي وحش في التلج؟ اه شفته واترعبت منه جدا الصراحة، عشان كده مش عايزة ان انا اروح. يا عيني، ده انتي خايفة جدا. ايوه، مش بقولكم خايفة اوي، انتوا مش مصدقيني. انا خايفة اوي اوي اوي، انا مش مصدقاها. خلي بالك دي طفلة، يعني ممكن ساعة ما تبقاش واخدة بالها من اللي هي بتقوله او اللي هي شافته، يعني مش لازم ان احنا نتضايق قوي. طيب خلاص ماشي، اوكي، عندك حق. ماما انا خايفة جدا، انا شفت ماما وحش في التلج، كان شكله مرعب قوي. خلاص ما تخافيش يا اما، انا معاكي دلوقتي اهو. لا انا خايفة جدا يا ماما. خلاص خلاص ما تخافيش اهو، احنا هنقعد نلعب النهاردة ومش هتبعدي عني، وهتلاقي ان كل حاجة كويسة. طيب ماشي يا ماما، اوكي مش هبعد عنك خالص، بس انا كنت عايزة ارجع البيت يا ماما، انا فعلا خايفة جدا من الوحش. يا بنتي ما تخافيش، انا معاكي اهو، انا ماسكة ايدك ومش هسيبك خالص النهاردة. اوكي. ايه ده يا ماما؟ طب مش عايزة اجيبلك ايس كريم؟ الله، انا بحب الايس كريم قوي، هتجيبيلي ايس كريم؟ ايوه، لو بطلتي تخافي هجيبلك ايس كريم كويس جدا انتي بتحبيه، تاكليه النهارده. طيب ماشي يا ماما، اوكي خلاص هسكت اهو. اوكي. ايه ده؟ انتوا سمعتوا؟ انا سمعت ان في وحش في التلج وكان مستخبي من زمان وطلع النهارده. ايوه انا سمعت كمان ان في وحش في التلج، وحش التلج ده كان بيطلع بيخوف الناس كلها. اه يا ماما، انا سمعت كمان ان في وحش التلج، انا خايف منه جدا. ايه ده، انتوا كمان سمعتوا عنه؟ ده انا شفت حاجه كده امبارح. وانا كمان، انا شفت حاجه كده امبارح، وحش في التلج كده ماشي شكله مرعب قوي. ايه ده؟ لا انا اللي سمعته، انا اللي شفته كمان بعيني امبارح، كان لونه كده ازرق كده وماشي شويه. يا مامي ده الموضوع خطر جدا، لازم نخاف على اولادنا ونبعدهم عن المكان ده، انا بخاف عليهم قوي من الحاجات دي. وانا برضو بخاف عليهم قوي. طيب نعمل ايه؟ طيب انا مش عارفه خالص، لازم ان احنا نخلي بالنا على عيالنا عشان خاطر محدش يجي ياخد ولادنا. يا دي الناس كلها بتتكلم عن وحش التلج، وايه وحش التلج ده؟ ابدا، بيقولوا في وحش لونه ازرق طلع امبارح بالليل وخوف الناس كلها. مش قلتلك يا ماما في وحش؟ مصدقتنيش، انا كمان شفته، انا شفته لونه ازرق كمان وشكله كان مرعب جدا. ايه ده، في واحدة شافته هناك، يبقى القصة دي حقيقية، لازم نخلي بالنا، ده في وحش، ده في وحش. ايوه انا شفته امبارح وكنت خايفة منه اوي اوي اوي. يا نهاري، لازم كلنا نرجع بيتنا بقى ونخاف على نفسنا ضروري بسرعة قبل ما يجي يعمل لنا حاجة. ايه يا اما اللي انتي قلتيه ده؟ الناس كلها خايفين دلوقتي من الوحش. ما انا بقولك يا ماما ان كان في وحش، انتي اللي مش مصدقاني. ما تخافوش يا جماعة، ما تخافوش، انا عايزكم انتوا تهدوا وتهدوا خالص، ده مش وحش، ده واحد انا عارفه كويس، بس هو كان لابس اللبس ده. ما تخافوش خالص، ده احنا في موسم التلج، ده احلى موسم.